حضورنا معكم قطرة في بحر رد الدين إليكم، نشعر بالحرج أمامكم، فأنتم الأولون والمقدمون، وما نحن إلا في خدمتكم بقدر ما نستطيع وما تتيح الظروف. شيء من رد الدين أقدمه اليوم إليكم باسم وزارة الدفاع، كتب تخصيص قطع الأراضي لذوي الشهداء من منتسبي الوزارة الوجبة الأولى من العسكريين والمدنيين والجرحى. أرجو أن تتقبلوا منا شحيح عطائنا قياسا لفيض عطائكم، اقبلوها منا مكرمين معززين، أبوابنا مفتوحة إليكم وقلوبنا قبل ذلك. لا تترددوا في طلب ما يكون متاحا، نحن في خدمتكم ومكتب الشهداء والجرحى في الوزارة الذي ربطناه بنا مباشرة حاضرا لتقديم كل عطاء وهو قليل بعطائكم. المؤتمر هذا حقيقة وفاء شيء بسيط من وفائنا إلى الشهداء وعوائلهم، لأن هم المضحين الباذلين من أجل أن يبقى الآخرين. اليوم احنا وزعنا كتب إلى أمانة بغداد، يذهبون عوائلهم إن شاء الله إلى الأمانة حتى يكملون إجراءات تسجيل قطع الأراضي. يبقى احنا عندنا بالعكس نستغلكم كإعلام، عندنا شهداء، أخوان الشهداء اللي ضحوا، عوائلهم ما تعرف بما هو لهم وما هو عليهم. احنا كل عائلة شهيد نبدي بالراتب، الراتب المفروض يصرف له راتب مع المخصصات اللي كان يتقضاها أثناء الخدمة. اثنين، إلى إجازات متراكمة، رواتب إجازات متراكمة اللي هي تقريبا شهر على كل سنة خدمة راتب كامل، إضافة إلى عند مكافأة الاستشهاد اللي هي 18 راتب اسمي. المفروض عوائل اللي ما أخذت أو ما استوفت أو ما حصلت على هذه الامتيازات خلي يجون يمرون دائرتنا عن طريق إعلامكم، يمرون عن طريق دائرتنا حتى نحصل لهم المبالغ اللي ما حصلوها. يبقى توزيع الأراضي المفروض يجي أيضا يجون إلى دائرتنا حتى يقدمون طلباتهم، حتى نعرف يا محافظة اللي يريدون أي مكان يريد، لأنه هو بالقانون هم يختارون المحافظة اللي تناسبهم. قمنا بتوزيع الوجبة الأولى من هذه القطع واللي عددها 294 قطعة، وفي النية هناك توزيع قطع أراضي أخرى، وإن شاء الله سنوزع قريبا للمحافظات 800 قطعة لمختلف دوائر الدولة من ضمنها وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى تكريما لتضحياتهم، ومستمرين إن شاء الله بإصدار وجبات لاحقة للتوزيع لكافة الشهداء. نحن بهذه المناسبة نشكر الدكتور وزير الدفاع خالد العبيدي الذي ما نسى ولده وخاصة الشهداء، لأنهم أعطوا كل شيء، ولكن الوزير بفضل الله قدم جزء بسيط لهذه النخبة من شهداء العراق. وأنا ابني ضابط استشهد أثناء الواجب في بغداد، استشهد ابني وزارة الدفاع 2010، واليوم حضرنا جمعية بناء المساك الضباط لتوزيع قطع أراضي من قبل السيد وزير الدفاع والذي حضر مشكورا ووزع علينا الأراضي، وهذا نقدم له شكر جزيل بالرغم ظروف الحرب وحضوره وتوزيعه ذاتيا. ابني اليوم تذكرته وانا نزلت الدموع من عندي من شفت السيد وزير الدفاع يكرمنا بهالمناسبه، وحقيقه انا فخور بابني وفخور انه هديته لهذا الوطن دفاعا عن هذا الوطن.